السلام عليكم. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم حليوه غادي نبداو على بركه الله. كنحتاجوا واحد الرابعه ديال الزبده بحراره المطبخ اي ما يعادل 250 غرام. كنحتاج معها واحد الكاس ديال السكر حبيبات او السكر الخشن، وغادي نضيف لها واحد الكيس ديال الفاني. نضيف الكيس ديال الفاني ونخدموا الزبده جيدا مع هاد السكر جيدا. دابا غادي نضيف واحد كاس ديال الزيت، يعني كاس ديال العنبة ديال الزيت، وغادي نبدا نجمع به هاد المكونات كلها جيدا. غادي نضيف واحد جوج ديال البيضات، نحاول ندخل هاد الزيت جيدا مع هاد الزبدة. نضيف جوج حبات بيض، دابا غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. دائما الدقيق حسب الخليط، ونبدا نجمع الدقيق والخمارة، كيس الخميرة ما يعادل 8 غرام، ونبدا نجمع الخليط ديالي بالاطراف ديال الاصابع فقط. من بعد ما جمعنا العجين ديالنا، غادي نبداو ان شاء الله كنحتاجو في التزيين الشوكولا يعني اسود غبره، وغادي نحتاجو ان شاء الله شويه ديال الماء كيف ما كتلاحظوا. نتوما كيف ما كتلاحظوا معايا، فغادي نحتاجو الشوكولا غبره يعني شكلات المر، وكنحتاجو شويه ديال الماء فاش غادي نبداو نمررو القطعه ديال الخضره بها باش غادي نصاوبو ان شاء الله هاد الحليوه. كنشكلوها على شكل كويرات يعني تكون متوسطه لانها فيها الخميره غادي تنتفخ ان شاء الله. نزول هذا باش تشوفوا معايا. نبسطو بحال هكا شويه بيدينا. نحاول نشكلها مزيان تكون دائريه بحال هكا. نتوما كتلاحظوا معايا، غادي ناخذوا هاد القطعه ديال الخضره، غادي ناخذوا هاد الاسفل ديالها اللي فيها التموجات، كنعملوه في الماء بحال هكا نتوما كتشوفوا معايا، ومن بعد نعملوه في الشكلاط المر، ونبدا نعمل بهذه الطريقه نتوما كيف ما كتلاحظوا معايا. دائما الماء الشكلاط، ونعمل يكونوا متقاربين ما يكونوش متباعدين. عفوا لانني بعدت على الكاميرا،
دابا حنا عملناه هكا، غادي نبداو نعملو بشكل اخر بحال هكا عاوتاني باش يجونا دوك التموجات. نتوما كيف ما كتلاحظوا معايا هو الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الحليوه كلها اللي عندي، من بعد ان شاء الله ندخلوهم الفران يطيبوا وتشوفوا معايا في الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. بعد ما كملت الكميه ديالي ديال الحلوه دابا غادي ندخلها ان شاء الله الفران طيب، ومن بعد تشوفوها معايا في الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. الحليوه ديالنا بعد ما خرجنا من الفران كما كتلاحظوا معايا كتجي زوينه، كنخليوها حتى كيتذهب من الاسفل وكنخليوها بداك اللون الابيض مع الاسود من الفوق. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال نهار اليوم ينال اعجابكم، تجربوها وتنال استحسانكم ان شاء الله. ما تنساوش لايككم للفيديو، تعملوا جيم، تشتركوا في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد. سلامه.